نص كلمة بقلم أحمد رجب. أعتذر عن كلماتي يوم الجمعة الماضي، فقد كان لي زوجة محبة تشاركني مر الحياة قبل حلوها، وكانت تملأ الدنيا فرحا وبهجة عندما أفوز بجائزة. وعندما فزت بجائزة النيل أكبر جائزة بعد وفاتها، عدت إلى بيتي صامتا، وكان غيابها موجعا موحشا كأنما فارقتني في نفس اليوم، وبكيت كثيرا نفس الدموع التي انهمرت عندما ذهبت أوقظها ذات صباح أليم، فوجدتها في رحاب الله. أحمد رجب. أداء صوتي ياسر